السلام عليكم. أنا فرحان كثير وأنا متحمس كثير نوريكم الجهاز لأول مرة للعالم يكون مستخدم أو مستثمر. فيلا. ديجي هارت أول جهاز قلبي محمول يمكن رصد التوتر مع إمكانية التمييز بين التوتر الذهني والجهد العضلي. لدينا حزام يشتغل مع الجهاز. أول ميزة هي البساطة. البساطة تكون مع الحزام ومع الجهاز. البساطة في الشكل والبساطة في الاستعمال. البساطة في الاستعمال تكون في سهولة ربط الحزام على المستخدم. هذا أول شيء. وثاني شيء تكون مرونة لصق الجهاز بالحزام. فبعد ذلك المعاصرة. المعاصرة في الشكل. المعاصرة أيضاً حتى في التطبيق، لأن التطبيق يشتغل بطريقة معاصرة. نشوفوا الآن التطبيق كيف يشتغل. التطبيق very easy, very simple and strong. أول شيء لما اليوزر يشغل الجهاز يجي كبقية التطبيقات login page ولا register إلى ما يكونش عندك حساب. بعد ذلك يجي عندك instructions. بعد ذلك يجي calibration phase. فبعد ذلك المستخدم يشوف الصفحة الرئيسية للجهاز. يشوف معدل نبضة القلب. يشوف مستوى التوتر. وأيضاً يشوف مستوى الجهد العضلي. ممكن نشوفوا تاريخ مستوى التوتر وتاريخ مستوى الجهد العضلي. وهون عندك يوم، عندك ساعات اليوم وعندك مستوى التوتر. وشكراً على الاستماع ومرحباً بالأسئلة. Thank you. I first of all want to ask, to get the best result, are we supposed to wear your product for the whole day? للحصول على أحلى نتائج وأدق النتائج لازم على المستخدم أن يحمل الجهاز على الأقل أسبوع إلى أسبوعين. So basically we should be wearing your device all the time to get the good result. Yeah. So if you put this design on you now, I can see it bulging in your chest. Yeah. Right? Yeah. If you're wearing a light color shirt, I might even see the green of your product. Okay? Yeah, did you consider that maybe this is not a good design? Because if you're gonna wear it all the time, surely the design should be more invisible. Yeah. Why can you not put the design of the electronics in a, just like these microphones we've got, on a little hook on a box on your belt or in your pocket, wired to that point maybe? Yeah. And it's unobtrusive. Yeah. Can you explain why your design is good for wearing all the time? Why we use it here? فالجواب هو أنه it's technical limitation. فلازم الحزام يكون هون. I just think that this product, right, which is here like this, yes, on you for 2 weeks, how can you say this is a good design? Why can you not miniaturize this and have it more ergonomic? هذا يعني هولتر. المبدأ تاع الهولتر. الهولتر عندك كثير الكترودز والموديول يكون هون وعندك كثير وايرز. فالواير يعذب كثير الجسم. فممكن حتى يكون عنده مشكله مع الملابس. يا محمد مراد، اليوم في ثياب هي فيها الالكترونكس وفيها فيها الحساسات وفيها الواير بقلب الثياب نفسها. صح. خلينا نكون عايشين اليوم بسنه 2015. معلش يقول انت ما عملت هالاوبشن ودافع عن الاوبشن اللي عملته، بس ما تقول هالشيء مش موجود. معك حق، هذه one limitation of my project لانه الوقت كان قصير. انا شايف انه التصميم بدل ما يضيف ويحسن فوق الهندسه رجعنا لورا. موافق على هالملاحظه؟ مش كثير يعني. مش كثير؟ لانك انت قلت عم تستعمل شيء عصراني يعني مودرن، ما هيك؟ شو سميتها؟ المعاصره؟ ايه. ما فيك تقول أنا عندي جهاز ومنتج يتميز بالمعاصرة ولكن هو فعلاً غير معاصر. يعني أنا نتكلم عن الحاضر. اليوم يعني المعاصرة هي الثياب نفسها، الثياب الذكية. ايه. الثياب هي الذكية. صح.
يعني انا بعتذر انه اللي عم نشوفه قدامي غير معاصر. اوكي نكمل الجواب الى نقول ليه معاصر حتى اللون مش اتس نوت سترونج ارجيومنت بس لون الجهاز لانه حبينا نعمله جرين ف ما جبت سيره الالوان انا ليش عم تاخذني على الالوان هو بغير أنت الموضوع ناقشني بالالوان يعني سبحان الله انا مكتوب علي هون ناقشوني بالالوان لا يعني اتس بارت اوف ماي انسر ناقشني باللي حكيتك ايه يعني معك حق يعني هو اسمه محمد براد بس ما له دخل معي ومنه من عائلتي هو بن عثمان وانا بن توفيق بتمنى لك توفيق شكرا لك